ممكن من اول سقوط النوار. وانا اتذكر احنا في 2003 كنا عاملين كده برنامج كان في حاجه اسمها الانفجار الروائي واخبار الادب كانت عامله. انا قررت نعمل 23 ندوه ورا بعض من اشهر الروايات. وكان ومن ضمن الروايات كانت ما كنتش اعرف لسه محمد، فجاني العزيز يحيى وجدي وكان صحفي انساك في اخبار الادب وكلمني في التليفون وقال لي ده فيه روايه عظيم جدا. مين؟ قال لي الدكتور محمد رمضان. قلت له ما اعرفوش. فكان لسه محمد بشوكه بخيره يعني، ما كانش لسه اتدردح كده. هو كده احنا دردحناه يعني كده في مجهود صعب جدا عملناه عشان نوصل للنتيجه دي. فالمهم فالروايه انا قريت الروايه الحقيقه فتنت. وشخصياتها ما زالت فضلت شخصياتها طول حقني ما زالت موجوده حتى الان. محمد طبعا بيدس اجزاء من حياته او من افكاره وهو بيهيمن على الكتابه. انا رايي ان محمد بيهيمن على الكتابه بحيث ان تبقى حياته متسلله او موجوده باشكال عديده في الكتابه بتاعته. وكان كمان ساعتها حتى في كلام عن الوحده العربيه وبيحب بنته ومش عارف ايه. وكان عجباني شخصيه الاشخاص الشريره في الروايات بتبقى اكثر وضوحا من الشخصيات النادره او الشخصيات الخياله بالمناسبه. وما زلت اتذكر شخصيه اسمها عبد الوهاب بوسن، وده كان محمد بيقول عليه بقى ايه ده راجل بيردح وبيدرع الناس وحاجات بيعمل حاجات غريبه جدا، ومحمد بيقول ده لطف شديد. وطبعا ويبدو ان محمد عارف عالم الطرب كويس، فايه فوصف ده يعني في فعلا حاجه كانت جميله جدا. طبعا صرنا اصدقاء واصبح عمود الخيمه في ورش الزيتون مع تطورها. وفي التطور الادبي محمد الحقيقه انا متابع خطواته وهو يسير على هدي اسلافه كتاب القصه. احنا النهارده يعني السنة القادمة دي هيبقى 100 سنة تقريبا على رحيل محمد تيمور رائد القصة القصيرة في مصر وفي العالم العربي، ما زلت أقول ذلك. والقصة القصيرة فن صعب في جماله حقيقة. احنا عندنا كتاب قصة قصيرة كتير جدا، ولكن المشكلة كيف يعني تتعرف على طريقة صناعة القصة القصيرة في المنزل. فمحمد الحقيقة عنده طريقة في الكتابة هو يمكن، وده وبقول ده التطور الطبيعي لقصة يوسف إدريس. وما قبل يوسف إدريس في كتاب قصة من تراث سعد المكاوي ومن ريان ومحمود البدوي ومحمود كم المحامي، مجموعة كبيرة جدا من كتاب القصة. فأنا بعتبر إن قصة محمد إبراهيم طه من أول، وأتذكر مجموعته برضه الأولى، ولما قابل إبراهيم فتحي فإبراهيم فتحي قال له أنا فاكر مجموعتك بس انا مش فاكر عنوانها بالظبط، بس هي حاجه مايله على حاجه. قال له ايوه توته مايله على نهر. فشوف يعني لان العنوان فيه حركه دائما، محمد تبقى فيه حركات في عناوينه. وهو كمان لم يكتفي بانه يعمم ان هو يقتصر على عناوينه، بقى يعمم العناوين ويقول للناس ويدس في اذن الناس ان هم يعملوا عناوين زيه، وان كمان بيختار هو العناوين للناس، لان هو صاحب عناوين وممتاز في فكره العنوان، زي الاميره والرجل من العامه. واعتقد ان قصه الاميره والرجل من العامه هي قصه المجموعه، ده في رايي هي قصه المجموعه. واستطاعت انها تجمع كل عناصر القصه القصيره الرائعه، من الحوار، من التامل، من المونولوج الداخلي اللي بيتعمل، الحكيم اللي موجود، الرجل، الأميرة نفسها المتغطرسة. المتغطرسة تقريبا بشكل بيولوجي حتى، مش بشكل إنساني أو هكذا. لما نيجي المجموعة مقسمة إلى قسمين، كل قسم 7 قصص، وفيه درجة من درجات التقنية العالية. محمد أهم حاجة عنده التقنيات، وده شيء مهم جدا، وأنا بعتقد إن التقنيات في الكتابة هي الأساس في الكتابة، ليس درء الموضوعات
وان وده اللي بيخليني اعيب على بعض النقاد، نقاد الواقعيه اللي كانوا في الخمسينات والستينات، اللي هم الناقد الفاشل هو اللي بيشرح العمل الحقيقه يعني. ولما بيلاقيش يعني مثلا لما نيجي نبص على 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 نقاد مبدعين زي يحيى حق، يحيى حق بيستطيع ان يخش كامل العمل ويروح مطلع كده الصيده الكبيره اللي هي اللي هي التقنيه، لماذا نحن مبسوطين من الشغل، من معجبين بالحكايه دي. فطبعا الـ هنا الـ هي في طبعا محمد استطاع ان يتخطى فكره ان يكون الحوار قليلا، الحوار هنا مش كتير لان هو نفسه المهيمن. وانا ان اخترت ان كنت هختار حاجه كنت هسميها في مقام الفشه، لان هو جننا بالفشه. انا لدرجه ان انا تسألت طب ليه الفوشيا؟ طب انت بتحب الفوشيا؟ احنا مال ابونا احنا ومال القصه القصيه بالفوشيا؟ فطبعا دي مزاجه، لان انا ليه بقول ان هو مهيمن على قصته؟ لانه هو فرض الفوشيا حتى ان لم يكن، لا ده قرب يلبس الراجل فوشيا، الرجاله اللي موجودين في المجموعه. وانا لما ما بقتش الاقي فوشيا لقيتها بعدين الاقيها موجوده. ففي طبعا لو دخلنا بقى في يعني ان انا لست ناقدا زي الاساتذه الكبار اللي معايا، فحيلتي الوحيده ان انا اتكلم عن مضمون، لان اللي اتكلموا عن التقنيات هم النقاد الكبار، فالافكار حد ذاتها المرأة هنا طول الوقت مفعول بها وجايه من وجهه نظر الرجل، وحتى طول الوقت هو بيدس رايه جوه بشكل ما. وطبعا وده شيء كويس، يعني شيء كويس معنى ايه؟ بمعنى ان هو بيطرح نفسه مش هيطرح حد غيره. يعني محمد ابراهيم طه هو محمد ابراهيم طه. المرأة هنا أنا شايفها هي عبارة عن إباءة فوشيا وعن سكينات وعن بلوزات بيضة، وفي كثير من المواقف، وده مش سيء، ده شيء، دي وجهة نظره إن المرأة مثيرة بالنسبة له، كائن مثير، وده نوع من التقديس، في نوع من التقديس بترتفع المرأة في الأميرة والرجل العام الحقيقة. يعني هو بيحبها في كل شيء. الراجل قال له انا بحبها على، طب انت ايه اللي بيزعلك؟ قال لما تنرفزني. في ثلاث حاجات بيحبهم فيها، قال له الابتسامه ومش عارف ايه تاني والاباء في وشه، برضه بيقدس المراه اللي قال له. فالحقيقه كل الكلام ده اللي هو في المضمون بالنسبه لي لا يعني شيء، ولكن ما يعنيني هي التقنيات الراقيه جدا اللي استطاع محمد انه يهيمن عليها ومسيطر عليها، لدرجة ان القصة بتلعب مع القارئ لعبة ذكاء، انه وهو كمان بيلعب مع المجموعة لعبة ذكاء شديدة الرقية. طبعا السي في بتاع محمد معروف، يعني مش ناقص، يعني مش هقول يوسف ادريس عمل ارخص ليالي وعمل البيضة وعمل بيت من لحم، لا دي اصبحت حاجات من اساسيات الكتابة في الفترة، واعتبر ان محمد عنده كتابات تعتبر مدعيات تبقى الى في تاريخ القصة، في متن، في بلوك القصة القصيرة المصرية والعربية. ليس هذا لانه حصل على جوائز او في لجنة القصة او بيحكم، ولكن قصة محمد تستمد اهميتها من كونها قصة راقية، قصة مبنية بشكل كويس، وهي درس لكل كتاب القصة الغلابة، بمعنى ان هم اللي عايزين يكتبوا خلاص، لان محمد بيتعب في كتابة قصته. انا رأيي انه بيحترم كتابة